أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الجديد المتجدد عبر شاشة التلفزيون. إحنا الآن موجودين في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة الدوار السابع بضيافة كفاءة أردنية جديدة، بضيافة ابن بلد أصيل، بضيافة طبيب من أطباء الأسنان الذين تميزوا وبرعوا في ألمانيا. ضيفنا اليوم سعادة الدكتور بشار علي العيساوي. دكتور بشار مساء الخير بداية. مساء النور يا أهلا. منورنا دكتور بشار، كما أشرنا سيدي بالتأكيد وأنت تشكل نموذج لأحد أبرز الكفاءات الأردنية ومن فرسان التغيير ونشامى الوطن. دكتور بشار بداية يا سيدي، يعني وأنت غني عن التعريف في هذا القطاع، يعني في هذا البلد الطيب في الأردن وأيضا في ألمانيا، هذه المسيرة الطويلة من حق المشاهد يعرف المزيد من التفاصيل. بداية نتحدث عن مكان الولادة ومراحل الدراسة في ألمانيا. أنا ولادتي كانت في ألمانيا، بعدين جينا على الأردن وتميتني أخذ مدرسة، أخذت التوجيه من الأردن وبعدين طلعت على ألمانيا درست طب أسنان، خلصت 2006. بعدين اشتغلت بألمانيا، أخذت المزاولة الألمانية لطب الأسنان وتخصصت بزراعة الأسنان، معي البورد الألماني لزراعة الأسنان TGI، واشتغلت 6 سنين. وبعدين أولها وآخرها الواحد لازم يرجع لبلده، وجينا على الأردن فتحنا العيادة. تأكيد دكتور، نتحدث أنت عملت في ألمانيا إضافة للدراسة، أين كانت الدراسة، بأي جامعة؟ كانت بجامعة ماينز ألمانيا. هاي بعيدة يعني تقريبا نص ساعة فرانكفورت، جامعة قديمة وقوية. وعملت بهايدلبرغ وبلودفيغسهافن هناك حوالي 6 سنين، وبعدين رجعت على الأردن وفتحت العيادة. نعم، المكان الموجودين فيه الآن إحنا اللي هو العيادة الخاصة بالدكتور بشار علي العيساوي، وزي ما إحنا شايفين طبعا مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات وأيضا المواد المستخدمة، يعني طبعا معظمها أو اللي كانت تكون بالكامل هي مواد ألمانية. نتحدث عن الأجهزة الموجودة، ماذا نقدم من خدمات داخل هذه العيادة، وما يعني يميز هذه العيادة عن غيرها بما يخص موضوع المواد المستخدمة في الزراعات وغيرها. هلا تميز، يعني احنا لا ندعي التميز، ولكن كل واحد علي متعود عليه. صحيح، انا درست بألمانيا واشتغلت بألمانيا، وبفضل دائما انه استعمل مواد ألمانية سواء بالزراعة او بالحشوات او حتى المختبر اللي بنتعامل معه كمان كاين بألمانيا، واحنا كمان عندنا كثير مثلا مرضى ألمان، فبنفضل دائما نستعمل المواد الألمانية حسب يعني اثبتت انه بوجهة نظري انا الشخصية، انه المواد الألمانية يعني كواليتي تبعها عالي جدا. دكتور، يعني انت الان عملت في ألمانيا، درست في ألمانيا وعملت في ألمانيا وتعمل بالأردن، يعني عن كيفية التعامل مع المريض، ما الفرق بين التعامل مع المريض في ألمانيا وفي الأردن؟ يعني تقريبا المريض مريض، يعني كطب الاسنان الواحد يكون واقعي، المريض بيجيك خايف، بيجيك عنده الم. حلو بالمانيا انه بدرسوا علم نفس كمان مع طب الاسنان ومع الطب، عشان تعرف تتعامل مع المريض، تمتص خوفه وتمتص غضبه وتمتص رهبه المكان، المكان له رهبه. الالماني بيخاف من طب الاسنان، بيخاف يجي على العياده. حتى انا اصدقائي الالمان كانوا يمزحوا معي دائما بالمانيا، يحكوا لي احنا بنحب نشوفك باي مكان الا بالعياده، لانه احنا بنخاف نجي. وهذا الحكي موجود كمان بالاردن. انا بس بشوف انه تقريبا نفس الشيء، بس بالمانيا بيركزوا على الفانكشنال اكثر من الجماليات، بالاردن بيحبوا الجماليات اكثر من الفانكشنال. يعني احنا هدف مرات يتعارض طب الاسنان وهدف طب الاسنان مع الموضه ومع الجماليات. احنا كطب اسنان دائما بنسعى نحو النواحي الصحيه اكثر من الجماليه، والجماليه مهمه طبعا، بس اذا تعارضوا يفضل الدكتور انا برايي ينحني الى النواحي الصحيه، دوام السن، الافضليه، بقاء السن مده طويله، بقاء التركيب مده طويله. وهذا اللي احنا بنعمله بالزراعه وبالتجميل وبالحشوات وبالتلبيس، وهذا رايي الشخصي. نعم، بما يخص موضوع الزراعات دكتور بشار، يعني ما هو الوقت المناسب في حال خلع سن او طاحونه، الوقت المناسب لوضع الزرع بنفس الوقت اللي بتكون فيه اللثه مفتوحه ولا في بتطلب اجراءات اخرى؟ هلا الزراعه في لها انديكيشن، الانديكيشن هي يعني متى تستعمل الزراعه. الزراعة تستعمل فقط
عندما لا يكون أي أمل لإنقاذ السن. يعني مثلا إذا السن جيد وخلعه اخلع وازرع هذا خطأ جدا. لما لا يكون يوجد أي أمل من إنقاذ السن ساعتها إحنا نضطر نخلع السن، واللي هو بالأصل ما في مجال لإنقاذه، أو إذا هو السن يسبب التهابات أو يسبب هاي لأنه العصب ما رح يمكن عمل العصب أكثر من مرة. في هذه الحالة نخلع السن ونزرع. أما غير هيك يفضل دائما تتحافظ على السن الأصلي. هاي الناحية الأولى. الزراعة هي بشكل عام أنت بتفتح البثة بتحط الزرعة. أنا بفضل، أنا من الأطباء اللي بفضل تستنى 3 أشهر تعطي وقت للعظم يلحم مع الزرعة. هذا بسموه استو انتجريشن، يعني إنه الزرعة تبقى جزء من العظم. بعد 3 أشهر نقدر إحنا نركب، وهاي الريسك تبعها بيكون قليل جدا. في حالات قليلة الواحد بيضطر يركب فوري، أنا لا أميل كتير إلها، ولكن أنا بفضل أعطي الوقت للزرعة وللجسم إنه يتقبل الزرعة. بس مرات نضطر نعمل هيك. جميل. دكتور بشار، يعني نتحدث عن مدى أهمية الزيارة الوقائية والدورية للطبيب. كثير من الأشخاص يعني ما براجع طبيب الأسنان من موضوع رهبة، موضوع خوف، إلا بحالة الألم الشديد. أهمية الزيارة الوقائية. الزيارة الوقائية اللي بعملها برأيي شكل دوري مرة بالسنة. هلا بألمانيا بيعطوك دفتر، هذا الدفتر بيكون مكتوب عليه من التأمين 2000 سنوات 2010 2011 2012 2013 2014 من التأمين. هذا بيعطوك إياه عشان تثبت إنه أنت رحت مرة بالسنة تنظيف أسنان وزيارة وقائية. اللي بيعمل هذا الحكي دائما إيش بيصير فيه؟ أنا برأيي لا رح يحتاج يزرع ولا رح يحتاج يركب ولا رح يحتاج يعمل إشي. رح تبقى زيارات دورية وحشوات صغيرة، زي ما احنا بنحكي باللغه العربيه درهم وقايه خير من طالع علاج. بالتاكيد. دكتور بشار، ان شاء الله يعني مع هالنجاحات والانجازات، وانت يعني من الشباب المميزين حقيقه في هذا المجال وهم كثر، طموحاتك في هذا الموقع، في هذا المركز، في هذه العياده، الرؤيه المستقبليه بما يخص ما شاهدته في المانيا وماذا سنفعل هنا بالاردن؟ انا يعني بطمح انه نقدر نعالج، يعني أنا بحاول أبدأها بعيادتي إنه تكون المعالجة السنية في عيادتي إنه المريض الأردني ياخذ نفس المستوى من العلاج كالمريض الألماني بأوروبا. ونأمل كمان إنه إحنا نحاول نوصل الوعي الصحي للمريض، ليش بيجي، ليش بينظف أسنانه، ليش بيجي مرة بالسنة عشان تنظيف الأسنان. السن أهم من الأمور كوزميتيك او الاستيتيك. يحافظ على السن، السن مقدس. لو وصلت الفكره عندنا بالاردن بيكون هذا شيء ممتاز، يعني هذا الشيء اللي احنا بنؤمن له. دكتور بشار، يعني احنا بنحب ناكد انه موقع العياده مره ثانيه، كيفيه التواصل معك دكتور؟ هل يحتاج الى موعد مسبق؟ ونتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، كيف التنسيق معك؟ الموعد المسبق شيء جدا مهم، لانه الموعد المسبق انا برايي بياخذ المريض نص ساعه ولا ساعه حسب الشكوى. تقدر تعطي المريض الوقت اللي هو يستحقه. اذا اجى مريض 10 دقائق وعملته ب 10 دقائق يعني ما راح يكون في اتقان بالشغل. انا كشخص بفضل زي نظام المانيا ياخذ موعد حسب الحاله، نص ساعه بتكون كافيه، ساعه بتكون كافيه حسب الشيء اللي احنا بدنا نعمله، عشان يكون في اتقان بالعمل ويكون في يعني المريض كمان بحاجه يرتاح. انت ما بتقدر تخلي المريض قاعد نص ساعه فاتح تمه، لازم من فتره لفتره تريحه وتحكي معه، تساله ايش جابك، ايش الوجع، تفهم منه. وشيء مهم جدا كمان انه لاول زياره تعرف الميديكال هيستوري تبع المريض، اذا معه سكر، اذا عنده حساسيه ضد الانسولين، اذا بياخذ مميع. هذا كله بحاجه لوقت، وهذا شيء لا غنى عنه، يعني شيء ريسك فاكتورز. يعني لازم تعرف كل الريسك فاكتورز تبع المريض عشان تقدر تعالج وتقدر تعطيه اي دواء. بالتاكيد دكتور بشار، احنا سيدي بنتمنى لك التوفيق في هذا
المكان في هذه العيادة المميزة في هذا الموقع الاستراتيجي حقيقة على الدوار السابع. سهل الوصف طبعا الآن أعزائي المشاهدين، راح تظهر التفاصيل بما يخص كيفية التواصل مع الدكتور بشار والإدارة في هذه العيادة. كلمة أخيرة دكتور إذا بتحب توجهها لمرضاك وأيضا لأرسال المشاهدين. إحنا رسالتنا للمرضى دائما إنه إحنا دائما لخدمتكم، وإحنا نسعى للأفضل إلكم، وحتى لو تعارض مرات رأي الطبيب مع رأي المريض أو مع تصور المريض، دائما لازم يكون من المريض عارف إنه الدكتور يكون رأيه الأفضل له من الناحية الصحية، لأنه يعني أولا وأخيرا الطبيب هو المسؤول على الشغل اللي بيسويه. مرة ثانية بتمنى لك التوفيق دكتور بشار، ودائما هم المتميزين الأردنيين بكل مكان، يعني تميز دكتور بشار في ألمانيا وهو الآن متميز في الأردن. كل الاحترام دكتور بشار، نشكركم على حسن الاستقبال. نترك الكاميرا الآن في هذه الجولة التفصيلية داخل العيادة، ونستعرض فيها مجموعة من الأجهزة والشهادات والصور، ونبذي عن الدكتور بشار. دكتور بشار علي العيساوي، شكرا جزيلا يا سيدي. أهلا وسهلا.